معي عبر الهاتف سعادة النائب جمال بو حسن، عضو مجلس النواب البحريني. أهلا ومرحبا بك سعادة النائب. كما تعلم الممارسات القطرية يعني تجاوزت ربما حدود الجغرافيا العربية ودول الخليج وهي سلبية، كيف يمكن أن نصفها بأن لها أشكال أيضا عديدة وألوان متعددة؟ هل يمكن أن تحدثنا أكثر عن أشكال التدخل القطري واختلاق المشكلات في محيطه الخليجي والعربي؟ طبعا أولا أشكر قناة البحرين لاستضافتها لي ضمن نشرة الأخبار لإلقاء الضوء على الممارسات القطرية والتطاولات في الحقيقة القطرية والتجاوزات القطرية التي تقوم بها القيادة القطرية ضد إخوانها في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا أدل من ذلك تسريبها للمطالب الخليجية التي أتت من حسن نية وبوادر طيبة من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي لرد الصدع الذي يعني احدثته قطر والشرخ الكبير في العلاقات الخليجية بين قطر والدول الخليجية. في الحقيقة طبعا فقدان الثقة أتى من ما قامت فيه القيادة القطرية في الحقيقة من ممارسات منها دعم الإرهاب وكذلك التدخلات في الشأن الخارجي في الشأن الداخلي للدول الخليجية وبعض الدول العربية. فبالتالي يعني تعتبر اليوم قطر هي عدو لدول مجلس التعاون الخليجي بممارسات الغير في الحقيقة عقلانية والغير متزنة في يعني في الحقيقة لكبار الشرخ بينها في هذه العلاقات. الباب مواربا سعادة النائب ما زال يعني ولا تحتمل الأمور توصيفات أكثر من ذلك، لكن ربما مع وجود الوساطة الكويتية وحديث وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش عن أن تسريب قطر لبعض مطالب دول الخليج أو لمطالب الدول الأربعة التي أعلنت قطع علاقاتها مع قطر يدل على عدم احترامها للوسيط وعدم نيتها وجديتها أيضا بحل هذه الأزمة. الحل موجود الآن في الدوحة وليس في بيروت أو طهران أو أنقرة. مما لا شك فيه بأن الحل بيد قطر اليوم. دول مجلس التعاون فتحت الأبواب وفتحت يديها لعودة دولة قطر إلى الحضن الخليجي وإلى مجلس التعاون الخليجي، ولكن للأسف الشديد القيادة القطرية لا زالت يعني تتمادى في قيها وتتمادى في رفضها، وقد وأدت المبادرة الكويتية قبل ولادتها في الحقيقة ما قام به صاحب السمو أمير دولة الكويت من مبادرة في بداية الأزمة، لكن للأسف لم يلقى صاحب السمو أمير دولة الكويت أي تعاون من قبل القيادة القطرية، بعكس الدول الخليجية البحرين والسعودية والإمارات وكذلك مصر يعني رحبت بهذه المبادرة وأعطت دولة أو حملت دولة الكويت المطالب العادلة في سبيل عودة قطر إلى الحضن الخليجي، ولكن للأسف الشديد تعنت وعنجهية القيادة القطرية في رافض هذه المبادرة وهذه المطالب العادلة للأسف يعني يعطي دلالة واضحة على أن قطر تتمادى في غيها وتتمادى في طغيانها. كل الشكر لك سعادة النائب جمال بو حسن عضو مجلس النواب البحريني.